طبعا واحد من أهم مكتسبات الدوري السعودي في هذا الموسم الحارس، حارس مرمى نادي النصر أوسبينا. الحقيقة الحارس يعني شكل إضافة كبيرة جدا للدوري السعودي. محمد الشيخ، البعض يقول النصر حتى الآن حارس مرمى وفريق، يعني لدرجة أنه عادة بدايات النصر تكون ما هي قوية في بداية كل دوري، تكون تصير فيها بعض الاهتزازات. هذا الحارس العملاق اللي حقيقة أحيي العين الخبيرة اللي اختارته في نادي النصر، استطاع أن يكون يعني ربما يتحول لعقدة لكل مهاجمين الدوري في المباريات القادمة. من الواضح جدا أبو بدر أنه بالفعل النصر حتى الجولات الثلاث هو حارس مرمى أوسبينا وبعض من فريق، لأننا لا نشاهد فريق، نشاهد أوسبينا يتجلى وينقذ فريقه من يعني محكات صعبة، واحدة منها مباراة الضمك، لولا أوسبينا لانتهت المباراة إما بالتعادل أو لمصلحة. وبعض من فريق، لا ننسى أن في هذا الفريق عدد من اللاعبين أبرزهم الإضافات الجديدة، كونان كظهير، أيضا عودة تاليسكا وبعض اللاعبين السعوديين. أما البقية فهم لا يقدمون القيمة المنتظرة من نادي مثل نادي النصر بكل ما صرف عليه، ومن تطلعات جماهير بأن يعود الفريق لتحقيق لقب الدوري بعد 3 سنوات من آخر بطولة. بس لما يكون عندك حققها. بس لما يكون عندك حارس جيد، ترى على فكرة ما يعني في بعض الجمهور يتحسس يقول أنت قصدك أن النصر فريق ضعيف ولديه حارس قوي. لا، هذا عنصر واضح جدا، قليل من الفرق اللي تكون عندها حارس بهذا الشكل. تذكر السنة الماضية أنت الفيحاء، حارس الفيحاء كان له دور رئيسي في حصول الفيحاء على بطولة، أول بطولة في تاريخه. هذا الحارس أيضا الكولومبي أوسبينا راح يكون متوقع على حسب المراقبين، راح يكون واحد من أهم الأوراق أو العناصر اللي راح تساعد النصر لو كان عنده حصاد ذهب في هذا الموسم. هو قيمة مضافة للنصر بتاريخه وباسمه، حيكون قيمة مضافة، ولكن لا يكفي أن يكون أوسبينا حتى يحقق النصر تطلعاته. يعني اليوم إلى الجولة الثالثة دخل مرمى أوسبينا هدفين، بينما من هم أقل يفترض، خلنا أقل من حيث الاسم ها، ولا في الأداء فيه حراس يقدمون. جروهي كلين شيت، عبد الله المعيوف كلين شيت، الحارس الكوري في الشباب كلين شيت. ليش كلين شيت؟ ليس بالضرورة أنهم أفضل من أوسبينا، ولكن لأن تركيبة فريق، تنظيم دفاع، عمل مدرب، وبالتالي أفرز حتى هذه الجولة. طيب، هذا الوضع الحراسة أوسبينا وإن كان جيد ولكن لا يساعده. طيب، منظومة الفريق بشكل عام.